المكان المستهدف في منطقة البسطة. دمار، خراب، مشاهد محزنة، خسارة بالبشر والحجر لا تعوض. أحد عشر شهيداً لغاية اللحظة انتشلوا من تحت أنقاض المبنيين اللذين سويا أرضاً فجر الجمعة بعد الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة البسطة. بواسطة فرق الإنقاذ والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت سحب أكثر من 40 جريحاً بين حالات خطيرة وأخرى مستقرة من المكان المستهدف والمباني المجاورة له التي تضررت بشكل كبير بفعل عصف الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة. نحن من أصل 12 شخص فقدنا ثلاث شهداء، 12 مصابين بيناتهم ثلاث شهداء اللي هن خال الحاج علي عمار وأحفاده الاثنين الصبايا صغار أطفال يعني أعمارهم بالخمس سنين والثلاث سنين. هل نحن اللي عم نحاول بس نلاقي أي شيء بسيط نتذكرهم فيه نفقدهم فيه؟ حتى هيدي كان يجي ليت خالي كان ضل ريحته عليا. حبيبتي كان ابن خيي راح جاب مرته من الشغل فاتوا على البيت وصار اللي صار اللي انت شايفتي هيدا كله. ركض بيخلص بنته صار يفتش عليا وقع عليا الحيط على تختة دفشنا تختة صار بالحيط التاني ملزوقة صار يصرخ لي يا بي وينك. هيدي المنطقة فيها صواريخ فيها أطفال فيها نسوان وفيها مسنين ما فيها صواريخ. طفلة هيدا صاروخة شو في صاروخة لعبتها اللي بإيدها هيدا صاروخة للطفلة شوفوا للصاروخ هيدا الصاروخ اللي دمر للطفلة. منذ لحظة الاستهداف عند 7:30 من مساء الخميس ولغاية الساعة فرق الإنقاذ تعمل في المكان على انتشال الجرحى والمفقودين ورفع الركام. نحن هلا موجودين لحتى نعمل عملية جرف ومسح للأرض لحتى ما يكون علينا ولا علامة استفهام. فبالتالي أتمنى من الأشخاص اللي بلغوني امبارح إنه في ثلاثة كمان مفقودين من عائلتهم لأنه لهلا ما أجوا يعني لقوهم. نعم. إذا لقوهم وإن شاء الله يكونوا لقوني يدقوا على العمليات بس يبلغونا لنوفر معدات وآليات لمحلات تانية. استهداف البسطة كان أعنف من الاستهداف الموجه الآخر الذي وقع على النويره وخلف 14 شهيدا منهم عائلة بأكملها من آل نجد مؤلفة من 8 أشخاص كانت قد نزحت من صريفة. زلت ركض لتحت سيارات والعانية جثة بالأرض ما إلى وجه ما في وجه طاير وجهه ما عرفنا مين هو. في ناطور سوري هو وولاده رايحين كلهم. في شقة اللي استهدفت فيها 8 أشخاص من بيت نجدة من الجنوب. الدمار الكبير والحزن الشديد يخيمان على شوارع بيروت إلا أن إرادة الصمود تبقى العنوان العريض لشعب يعشق الحياة.